رحيم، عندنا واحد جلابه يعني ضغوات غاديه بافتتاحات في الجن، وهي راه مخدومه نص طوق، القدام مسدود والظهر مسدود قبيب عادي، كميمات جايين فيهم واحد الشكل ديال الفولون هو اللي غادي نخدموه، وجلابتنا راه فيها الافتتاحات في الجناب. دونك غادي نتوكلوا على الله نعطيو المقاييس. عندنا قياس ديال تقريبا 18 سنه، الكتاف 20، الصدر 24، طول 144 طويلة، يعني بالعطفة بكل شيء ديالها، طول الكم 59، عاد نزيدو الفينيسيون ديالو، يعني يقول غادي نخدمو ب 59 زائد 4، راس الكم غنديرو 13، التركيز عندها 22، خط الحزام 38، خط الحوض غادي 66، الحوض غادي تكون 26 إن شاء الله. غادي نقول بسم الله الرحمن الرحيم وغادي نبداو في التوب. عندنا هنايا التوب ديالنا فيه جوج متر ونص ديال العرض ديال الطول، عندنا 4 متر ونص وبغينا فيه جوج جليبات، يعني جوج ديال الليطاي. غادي نخرج جلابة وحدة باش تشوفوها يعني كيفاش غادي نخدموها بالكياسات حدايا. غنطوي التوب متر ونص ديالي، غنطويها على 4، دونك هاهي الطوية الأولى على جوج، هذا هو التوب اللي غنخدم به، وغادي نطوي على جوج نقاتلو، عاد نطوي على 4. ونعاود نطوي على 4. بالنسبة اللي تيكون قبل السن وصلنا العينين 36 37، غادي تخص 3 متر تاع التوب إلا بغيتيها مسدودة من الأمام ومسدودة من الخلف، يعني باش نكون واضح بالنسبة للمنطقة. هذه بالنسبه لهذه البنيه غادي نختار، غادي نحاول نخرج الجلابه ديالي في 2 متر وشي 10 ولا 20 هي اللي غادي نحاول نديرو فيها الجلابه ديالي. دونك غنزك التوب وغادي نشوف الطول ديالي، قلنا 144 راه فيه العطفه ديالو فيه كلشي، غادي نديرو 144 هي الأولى 144. نستعمل ديما المثلث هنايا باش كنقاد الخطوط الأساسية. التركيز عندنا في 22، غادي نحسبها من الفوق 22. عندنا خط الحزام 38، ارتفاع الحوض 66، وغادي نسطر هاد الخطوط. ديما المثلث راه مهم تيقاد لنا الخطوط بزوايا قتيلة. الصدر عندنا 24 زائد 1 هي 25، غادي نقصو جوج في خط الحزام غادي تولي عندنا 23، وغنديرو الباسن 26 زائد 1 هي 27، غادي نحسب العنق ديالي 8، نقدر ندير لها كاع 9 على جوج، وغنحسب الكتاف 20 زائد 1 هي 21، ننزل بربعة ونخدم التقويرة ديال الخلف. في خط الحزام غادي ندخلو بجوج هي هادي، دابا غادي كنلاقي النقط، ديك المسطرة الخضراء فوالا صح، نديرو خط الحزام نلاقيو مع خط الحوض. جلابتنا بغينا فيها افتتاحات، نسرا طويلة عفوا فيها، بغينا افتتاحات في الجن، يعني اش تنقولو إلا كانو عندنا افتتاح في الجن نقدر نزل بها ضغوات، نقدر نزيد على هاديك 27 ديال الباسن نزيد عليها 2 سنتيم تولي هي 29 ونخدمو ليها افتتاحات في الجن، دونك غادي نزيدو 2 سنتيم.
غنقطعو الجلد دابا ونعزل الامام باش ندير ليه التعديلات ديالو. ملي كتكون اللبسه نازله ضغوط راه ما كنحتاجوش هذاك التعديل الجوانب، يعني ديك الجنيحه ما كنحتاجهاش. غنعزل واحد باش نخدم الثاني هو الثمن. التقويره غادي نزيد عليها، عندنا ديجا 2 سنتيم غنزيد هنايا واحد 6 سنتيم ونقور. التقويره ديالي قطعنا التقويره ديال الامام، تيبقى لنا دابا التركيز نقادو حتى هو تركيز الأمام ونكونو بواحد النص ونقول الفتحة ديال نص الطوق غادي نحسبها من الفوق هنايا لهنا، غادي نحسبو ليها 38 36 حتى 38 هي اللي كتكون فيها باش متكونش كبيرة بزاف. جلابتي هاهي خصني ننقص ليكم بسم الله. عندنا الكمام باش نسهل العمليه ديال الطراسه ديالكم. الشكل اللي باش ملبوسين في الجلابه اللي شفنا في الصوره ما واصلينش هنايا، يعني ما واصلينش حتى القنت ديالكم، مخطوفين شويه، بمعنى راه كاين تقريبا طولت لكم ما قص منه واحد 6 حتى 8 سنتيم، يعني غادي يجيو غير حتى هنا مع هذا لي فولون باش ما يبقاوش يطرحوا لنا. حتى حنا غنجيو هذا الطول لكم ديالنا غادي نقصو منه 8 سنتيم، يعني هذا هو الطول اللي دابا اللي غنخدم به، هذا ما كاينش اصلا. عندنا قطعه، هذيك القطعه غنخدموها على 36 حتى 38 ماكسيموم، دونك غادي نديروها على 36. هادو هما الكمام ديالي وهذا غادي نخدموه بداك الشكل ديال هذاك الفولوغ. نقص القاعد بوحدو ونقص التوب بوحدو، يعني نقص ديال التوب عمرني ما نقطع به القاعد. 20 توبة هادي غادي نقطع بحال هاد الشكل، وغادي نقطع هاد لاباختي هادي وغادي ندير علامة. هذا هو الفوق ديالكم. شنو قلنا عندنا جوج جليدات في هاد التور، انا غادي نقتصد ونوريكم التقنيه تعاودوا تقتصدوا بها. هي راه بالنسبه لهاد لي طاي اللي عندي راه خارجين فيها، خارجين الجلاب بهذا القياس، انا غير غادي نوكد على الاقتصاد. غنحط لكم الاولاني ديال الجلابه الاولى هاك في هاد الاتجاه، غادي يمشي هاك اوكي. لو كون خلينا طويل مثلا ما عندناش حنا هاد لي فولون خلينا من هاك، يعني درنا ولينا بهاد الطول وغيجي حتى هنايا. الكم الثاني غادي نحاول ما امكن نخرج، هادي راه الجهه المثنيه، تنخرج هنا كم فوق ديال اللبسه الثانيه، تنخلي هنا الكم الاخر اللبسه الثانيه باش داكشي اللي شاط ليا من الجلابه الاخرى كنخدم منها الكم اللي ناقصني وجوج قبال، فهمتيني؟ دونك حنا غادي نقطعو غير الكم ديالنا دابا هو اللي مهم عندنا، والقب راه كاين ان شاء الله وبحوله. Thank you.
غادي نستغلها وفا هذه الخلايا هذه غنستغلها مع القطب، ما غاديش نضيعها، غادي نستغلها باش تجيني مع القطب. دونك حنا غادي نشوفو دابا لي فولون هما الاولين، هما لي مهمين. هادوك لي فولون راهم دوبلي، ها طوي للداخل. بسم الله. غادي نخرج دابا البوانيات، ماشي البوانيات، لي فولون لي غادي نخدمو، يعني ديال الجهة مسدودة كنطوي التوب على جوج، واخا هادي راه ما يعني ما عندي مكان ندير دروك، ونعاود نطوي لأنو هاد لي فولون مدوبلي، يعني بحال مسجل فينا ريلوسمون بريلوسمون. وغنعاود نطوي هنا. شنو قلنا؟ قلنا هنا بانه الجهه المتنيه تاع الثوب، وغنحافظ على هذه التحتانيه حتى هي الجهه المتنيه. هذا هو راس الكم، يعني هذا هو الفوق، الكران اللي درت يعني هاد لابارتي هي الفوق ديال الكم، هذا التحت ملي كتخرج لي غادي نحطو مع اضافه قياس الخياطه 2 سنتيم، وغادي نزيد على العرض ديالو واحد 6 سنتيم على حساب البليات، وغادي نخرج. دابا هذا واحد، هذا كوم واحد، الجهة المثنية ديالو هي هادي، وغادي نحط هذا بحال ما هاك، الكوم ديالنا هو هذا، وغنجمعو بلينا وبلينا، وغادي يبقى هاكو تيبقى مفيني، تيبقى الكوم مفيني. دونك هذه لي فولون، بقى لنا القبة غادي نخرجوه عادي، يعني القبة عادي أنا كنتسنى باش نخرج ديال الجنابة التانية. هذا الثوب اللي بقى شايط، المهم راه خرجنا دابا جوج جليبات، وخليت أنا الطول باش نبين الطريقة باش تفصل القب ويمشيو لي غيوغ في الاتجاه ديال العنق. هادو شايط ليا من الجناب ديال الجلابة، يعني ما بين الكمام وهادو، طويتو من هنا. أنا بغيت الخطوط خصهم يمشي غايين في لو سونس ديال التقويرة، بمعنى ملي غادي نهزو الجلابة هي هادي غادي تخيط الجلابة والقب يمشيو فيها الخطوط متابعين، وما نكرهش نجيب حتى هاد النقطة، يعني هاد الخط الكحل نجيبو مع خط الكحل، باش ملي كتخيط كتجيك لا غيوغ، يعني الخط تيمشي مع القب. غادي نصوبو دابا التقويرة ديال القب. قلت لها انت درت الكحل مع الكحل، هنا غادي نحسب التقويرة ديال الخلف شحال غنديرو فيها، تقريبا غتعطينا 10 ونزيد عليها واحد الخطيطة. هنا العرض ديال القب غنديرو فيه 30، والطول درنا 41 هي اللي خلاتها لنا 80. هذا هو القب ديالي. وهذا هو القب ديالنا، هنا غيركب في التقويرة ديال الخط الأمام، هذه التقويرة ديال الخلف، منين غادي يتلبس غيعطينا هذا الشكل، غير هو اللي مهم هما لي غيوغ يمشيو مع لي غيوغ، هذا هو علاش حبستو هنا وقلت لكم تنفصلو القب. نخرجو القب الثاني، يعني راه الجلابة الثانية راه نفسها بحال الأولى، نعاودو نخرجو القب الثاني. بحال القبه
يعني واحد قال واحد الصغير صافي يلاه بالصحة والراحة التركيز.